يغفر ويرحم. يقول حماد بن سلمة: والله لو خيرت أن يحاسبني أبواي أو الله لاخترت أن يحاسبني الله، فالله أرحم بي من أبوي. هذا عرف حقا معنى قول الله جل وعلا: فما ظنكم برب العالمين. والله يقول في آية قريبة منها: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. أنا أقول لكل من فقد قريبا وصبر: ظن بالله ظن الحق، والله ليعوضنك الله. كل من فقد مالا وصبر: ظن بالله ظن الحق، والله ليعوضنك الله. كل من تورمت قدماه من القيام: ظن بالله ظن الحق، والله لتطأن بقدميك هاتين الجنة إن كنت مخلصا لله. وأقول لكل من فقد ابنا أو أخا شهيدا في سبيل الله في ثرى الأرض أيا كان، في شرقها أو في غربها، في شمالها أو في جنوبها، ومات له أقرباء شهداء: ظن بالله ظن الحق، والله لا يدخلن الجنة ولا يشفعن فيك وفي أهل بيتك. هذا وعد من الله، والله يقول: فمن أوفى بعهده من الله. وكل من أنفق مالا أو دينارا، الله يقول: ما يفعل من خير فلن يكفره، والله لترينه أمامك كالجبال ضعفها الله جل وعلا لك، ومن أصدق من الله قيلا. يظن الإنسان بالله ظن الحق. إن قام الإنسان في صلاة الفجر وهو يرى غيره نائم، ثم يذهب إلى المسجد ويعود شاكرا ذاكرا راجيا ما عند الله، والله لن يضيع أجرك عند الله. ظن بالله ظنا حسنا. لو صنعت هذا إلى أحد من ملوك الدنيا علم أنك خرجت من بيتك فجرا وأنت أحوج ما تكون للراحة والمنام، لاستحيا أن يردك إن كان ذا مروءة. فكيف بالله الذي لا إله إلا هو؟ كيف بمن لا تنفد خزائنه؟ كيف بمن وسعت رحمته كل شيء؟ كيف بمن دعاك فأجبته؟ كيف بمن وفقك أصلا لأن تجيبه؟ الله أرحم وأجل وأكرم وأبر. والعاقل كلما رأى كريما علم أن الله أكرم منه، كلما رأى قويا علم أن الله أقوى منه، وكلما رأى كبيرا علم أن الله أكبر منه، وكلما رأى نقصا نزه الله عنه.